السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل في موضوع سنجل جين ديس أوردر، وتحدثنا المرة الماضية إنه ممكن يحصل عندنا في السنجل جين ديس أوردر إنه أوتوسومال ريسيسيف ديزيز أو أوتوسومال دوميننت ديزيز، وكذلك إكس لينكت ريسيسيف وإكس لينكت دوميننت. وذكرنا بأنه في هناك نسب بتكون موجودة في البوبيوليشن بشكل عام، تقريبا اكثر من 90 95% تقريبا قبل البيوبيريتي اللي هي بتحصل هذه المشاكل، 1% تقريبا في الـ end of the reproduction period بتاعت الانسان. نتناول ان شاء الله يعني على السريع بشكل عام هذه الانواع، وطبعا اكيد في هناك خلفيه عندكم بسيطه الى ان شاء الله. الاوتوسومال ريسيسيف، طبعا احنا لما نيجي نتحدث على الاوتوسوم ريسيسيف نعرف انه كل تريت او كل فينوتايب مسؤول عنها تو الليل، معناته انا بحتاج في الحاله هذه انه يحصل عندي هناك تاكيد بانه صار في عندي في التو الليلز بروبلم عشان تظهر الفينوتيبك بروبلم او الفينوتيبك بيكتشر عفوا او الكلينيكال بيكتشر بتاعت هذا المريض. فبيجي يقول لي مثلا بعطيني توصيف بالسيمبلز، بيقول لي مثلا A كابيتال دوميننت يعني النورمال الليل، A سمول ريسيسيف، هوموزايك واس دوميننت يعني بيكون هذا الانسان نورمال، انه التنين الليلز بوت الليلز ار نورمال، هيتروزايك واس واحد نورمال وواحد اب نورمال من الليلز يعني بيكون عباره عن كارير. وطبعا الفينوتيبك بيكتشر مش هتكون موجوده الا في حالات استثنائيه طبعا في هذا الموضوع. الهوموزايك واس ريسيسيف اللي هو بيكون في عندي التو الليلز افكتد، معناته انا في عندي مشكله في الحاله هنا وحتظهر عندي كلينيكال بيكتشر از ا ديزيز ستيت. انا بيعطي التوصيف طبعا، وهذا الكلام احنا يعني عارفينه لكن من باب التاكيد، فنطلع ان شاء الله على هذه الدياجرام الموجود عندنا. بنلاحظ في الاوتوسومال ريسيسيف نعرف انه لابد يعني يكون هناك عندي التنين كارير سواء كان الاب والام. طبعا ما بكون عندي كارير اكيد احنا ما بنقدرش نحكي انه في عندي هناك ديزيز، لانه هم عباره عن كارير عباره عن هيتروزايجوس. فبتلاحظ انه الفينوتيبك بيكتشر تاعت الفادر والمادر از نورمال، بيقول لي في هناك 75% تشانس فور نورمال اوف سبرينج، يعني في عندنا هناك نسبه 75% انه يكون عندي السبرينج نورمال. بروبابيليتي الحكايه ليس الا، بمعنى انه حيكون في هناك عندي نورمال وعندي كارير وعندي كارير تمام، بس لكن الكارير في حد ذاته هو عبارة عن إنسان طبيعي ما فيش عنده هناك كلينيكال بيكتشر. 25% إنه نلاقي ناس أفكتد، إيش يعني؟ اللي هو حاملين الأوتوسومال ريسيسيف اللي هو تو أليلز دي آر أفكتد. طبعًا بيجي بيقول لي كمان الميل والفيميل دي آر أول برل، يعني بمعنى إيش؟ يعني التنين إيكولي أفكتد، ما نقدرش نقول هذا الفيميل بياخذ نصيب أكثر أو الميل بياخذ نصيب أكثر من الفيميل والعكس. الشغله الثانيه ممكن نلاحظها في الانبورن ايرور اوف ميتابوليزم، يعني في مشاكل الميتابوليزم، بعض من انواع الديزيزز على مستوى مثلا بناء الامينو اسيد معين وهلم جرى. هذا الكلام بيقول لي ممكن يكون اسوشيتد وذ سبيسيفيك اثنيك جروب، يعني تحس انه دائما في عندنا بيكونوا ناس متجمعين مغلقين على بعض بعضهم، اثنيسيتي يعني عرق، مثلا ناس في امريكا اللي هم الهسبانيك اللي اصلهم اسباني اصلهم من افريكا وهلم جرى. فبتحس انه هذا الكلام موجود كومن، زي ما تقول مثلا في عندنا والله السيكل سيل انيميا على سبيل المثال. هذا شغله. في عندنا كمان ستراكشر موجود بيجي بيقول لي البيديجري سيمبل، وتعرف عليه انه هذول هنا معطيني اشارات، الاشارات اللي احنا عارفين ايش معنات هذه الاشارات. هنا في عندنا بكون ديث لا فادر لا مادر، في عندنا ناس بيكونوا كارير تمام، في عندنا ناس بيكونوا ولدوا ديت بس على سبيل المثال، يعني بيجي بيعطيك اللي هو على العيله جنريشن 1 جنريشن 2 جنريشن 3 جنريشن 4، وبيحصل عندي عمليه اللي هو الالتقاء بين هذه الجنريشنز وهلم جرى. بيقول البيديجري سيمبل بروباند، طبعا في عندنا ناس بروباند اوريدي مصابين زي ما احنا شايفين، عندنا هوريزونتال انهيرتنس، يعني هوريزونتال المقصود فيه انه الجينيتك ماتيريال تمام، انه ممكن يحصل عمليه ارتباط تمام جنريشنز مع بعض ان ريليتد جنريشن تمام، يعني جنريشن مش من
من نفس العائلة، جنريشن من عائلة ومن عائلة تانية، لأنه بصير في عنا نوع من التزاوج، والتنين بيكونوا نورمال تمام، بيكونوا كارير، وهذا الأمر اللي بيحصل عندنا، هذا المقصود فيه هوريزنتال. الميل والفيميل زي ما ذكرنا إيكوال نمبر. الفينوتيبك نورمال بيرنتس 25% ممكن يحصل عندنا ريسك في هذا الأمر يكونوا أفكتد، زي ما هو باين عندنا في هذه الصورة. يعني زي ما احنا شايفين نورمال هنا أفكتد، وهنا طبعا أفكتد، في عنا هنا نورمال، هنا عنا بيكون في هناك ناس كارير. الديزيزز اللي موجودين عنا أوتوسومال ريسيسيف ديزيز، في عنا عدة أنواع من الديزيزز ذكرهم هنا. ذكرنا أتوا السكل سيل أنيميا على سبيل المثال، تي ساك ديزيز حكينا عنه وتتذكر في البداية، هذا مرض بصيب مشكلة في المسلز تمام عند الشكنازيم اللي هم اليهود المتدينين. في عنا مرض السيستيك فايبروسيس، في عنا مشكلة في عملية اللي هو الالكترولايتس امبالانس تمام. في عنا هوموسيستينوريا، في عنا الهوموسيستين بتلاحظه في اليورين، جالاكتوسين يعني انكريز الجالاكتوز في البلاد، وفينيلكيتينوريا في عنا مشكله في الانزيم اللي بيحول الفينيل الانين الى الاذر امينو اسيدز. هذه كلها عباره عن اوتوسومال ريسيسيف ديزيز، اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. هنا كمان بيقول يعني عباره عن رسم توضيحي، سيستيك فايبروسيس اللي ممكن يحصل زي ما احنا شايفين، ما شفناش اي حد مصاب او اي حد مبين عليه شيء، لكن زي ما احنا شايفين عباره عن كونتاكت بين ناس كارير تمام، كابيتال اي سمول، اي كابيتال اي سمول تمام، وبيحصل عندنا ناس يكونوا عندنا افكتد. كمان الكونسنكونيتي هي عامل من عوامل تمام، انه الناس المرتبطين بجد مشترك انسيستر تمام اوكي، فاحتمال الـ يكون عندنا هناك اللي هو احتماليه لهذا الامر. يعني مثلا بيجي بيقول لي في الاصل في كان هناك انسان مصاب، جينيريشن اول، جينيريشن ثاني، ثالث، رابع تمام، جينيريشن خامس. في الجينيريشن الاول كان هناك انسان مصاب بالفينيلكيتونيوريا، لكن حصل يعني كان في ناس كارير الى ان يلتقي كارير مع كارير، وحصل كان الناس عندي افكتد من طبعا سكند كازن ميتنج، يعني من اللي هو الاقارب بدرجه ثانيه تمام. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا، اذا الكونسيكوانتي بحكم تقارب العائلات مع بعض وتزوج معها ممكن تزود من عمليه اللي هو احتماليه حدوث الاوتوسومال ريسيسيف ديزيز. امور بسيطه يعني بديهيات، كاركترستكس اوف اوتوسومال ريسيسيف ديزيز اوردر، بقول يعني if the disorder appear in more than one family member typically it is found only within a subship، يعني انه عاده بكون في بتلاحظ الامر هذا ما بين السبشيب اللي هو بين الاخوات والاخوه بتاعه البروبان تمام، مش بتلاقيهم مش في البيرنس، لان البيرنس ممكن يكونوا نورمال او يكونوا كارير. فهذا الكلام حتلاحظه من خلال وجود هذه الظاهره او وجود الاوتوسومال بروبلم او الاوتوسومال ريس في هؤلاء الناس. طبعا الباند بيكون تقريبا 25%، كلام يعني نوعا ما مكرر. جنرال اتس نوت ريليتد تو كونسنكونيتي، يعني ممكن يكون بشكل عام ملوش علاقه بشكل اساسي بالكونسنكونيتي، لكن كونسنكونيتي بتلعب دور تمام في هذا الموضوع. مور كومون ود كونسنكونيتي سبيشالي رير ديزيز زي التي ساك ديزيز، لو كان في عندي كونسيكونتي للإيتيكال جروب قريبة من بعض مثلا على سبيل المثال ممكن يبين عندنا هذا المرض زي موضوع تي ساك ديزيز. يوجوالي ميل اند فيميل ايكوالي، طبعا الكلام نيو ميوتيشن از اولموست نيفر كونسيدريشن، بيرنت اوف ان افكتد شايلد ار اسيمتوماتيك، طبعا بقول لي نيو ميوتيشن تتوقع عشان تكون تحدث لانه اوريدي الفادر والمادر ممكن يكون عبارة عن اسيمتوماتيك ويكون عبارة عن كارير ليس إلا. بقول لي نوت sometimes the autosomal recessive appear in the fourth generation، زي ما حصل أتوا عندنا في الشكل بتاع الكونسنكونيتي في موضوع الفينيلكيتونيوريا تمام، وممكن يحصل هذا الكلام. ممكن يكون الأشخاص unrelated، يعني زي ما ذكرنا هو عبارة عن horizontal، يعني أجيال مع بعض تمام، generation مع من عائلة مع generation من عائلة أخرى، وصار عندنا هذا الأمر أوكي. بقول لي انا sometimes هنا الاوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر از انفلونسد باي 6 اكزامبل هيماتو كروماتوسيس ان ميل از مور ذان ان فيميل، ايش يعني؟ هنا بقول لي في انا ديزيز اسمه هيماتو كروماتوسيس
تمام. الهيماتوكروماتوسيس هو عباره عن البريسيبيتيشن اوف ايرون على التشيو، تمام. بقول لي السكس هنا في الحاله هذه بيساعد ظهور المرض عند الاشخاص اذا كان ميل اكثر من الفيميل، اذا عفوا فيميل اكثر، اذا ميل اكثر من الفيميل. ليش؟ لانه هنا ديبوزيشن للايرون على الاورجان. احنا بنعرف انه الفيميل بتمر بمنسترول سايكل بالدوره الشهريه، ففي عنا بلاد بينزل، واكيد في عنا ايرون بينزل مع اللي هو ريد بلاد سيل اللي بتكون موجود فيها، اللي بيساعد اللي في بناء الهيم، تمام. فلما بيكون في عندي منسترول سايكل كل فتره والثانيه، معناته بتوقع انه الديبوزيشن بتاعت الايرون، تمام، على الاورجانز اكيد حيكون اقل، لانه الايرون في منه كثير بصير له ريليزنج طبعا باي ذا بلاد لوس. لكن بالنسبه للميل ما فيش عندي هناك لوس للبلاد، فبتحس انه الديبوزيشن بيكون بنسبه اكبر. فبتلاحظ انه السيمتومز او الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميل اللي عندهم هيماتوكروماتوسيس، لو كان مثلا اخ عنده هيماتوكروماتوسيس، اخت عندها هيماتوكروماتوسيس، تمام، هتحس انه الميل عنده ظاهره الكلينيكال بيكتشر اكثر في موضوع الديبوزيشن للايرون على الاورجان. اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر مع الاثنيستي طبعا بيجي بيعطيني بس اشعار من باب المعرفه، انه سيستيك فايبروسيس موجود في الكوكازيان، الناس اللي من دول القوقاز، التيساك في الاشكنازي جوش اللي هو الناس اليهود الاشكنازيين، نوع من انواع المتدينين، سيكل سيل تعين افريكا، امريكان افريكان اللي هم من الامريكان من اصول افريقيه، التلاسيميا طبعا من وين جايين؟ من مناطق الميديترينيان، بسموها انيميا البحر المتوسط، اللي بتتوزع في مناطق اللي هي قبرص وايطالي واليونان جريس. هذا بشكل عام في موضوع الاوتوسومال ريسيسيف بروبلم. نيجي للاوتوسومال دوميننت. الاوتوسومال دوميننت احنا عندنا تو اليلز، سهله العمليه، ونيتريت تو اليل، يعني انا في عندي تو اليلز مسؤول عن تريد A dominant abnormal allele، عندنا A recessive على سبيل المثال، homozygous dominant affected. إذا لو كان أنا عندي البروبلم هي عبارة عن dominant، لما أجي أقول dominant أعرف أنه التو alleles لابد يكونوا موجودين بإكسبريشن سليم حتى يكون الفانكشن سليم. لو نقص في واحد من الأليل صار في بروبلم، أعرف ما حتظهر عندي الكلينيكال بيكتشر، وهي المقصود في الدومينانسي. إذا لو كان عندي لا قدر الله التو الليلز مضروبين، تمام، اعرف انه هذا الامر ممكن يؤدي الى الوفاة، يكون ليتل، تمام، يكون انا ايش ليتل في الحالة هذه، فممكن يحصل هنا. لكن لو كان عندي هيتروزايغوس واحد من الليلز مضروب والثاني سليم، برضو هتظهر عندنا ايش الكلينيكال بيكتشر في هذا الموضوع. الان بيجي بيحكي لي بعض من المصطلحات، ماني اوتوسومال دومينانت ديس اوردر ار اسوشييتد وذ ريديوس فيتنس، يعني بقول لي في الاوتوسومال دوميننت بعض الاحيان بيكون في عندنا شويه نوع من انحراف على انه تكون الصوره واضحه 100%، هي المقصود يعني اللي هو ريديوس فيتنس. ايش يعني كلمه فيتنس معناها؟ انت بعض الاحيان بتقول لواحد انت فيت، او عندك مثلا اللباس تاعك فيت، يعني جاي مطابق ومناسب لجسمك. اذا بنقدر نقول الفيتنس هي عباره عن ability of individual with particular phenotype to pass on their mutant or normal، يعني نعرف انه انا والله هذا انسان عنده مشكله، هذه المشكله ظهرت في اللي هو ايش الجيل الاخر بتاعهم، في اللي هو النكست جينيريشن. اذا بنقول هنا صار في عنا فيتنس، في مشكله كانت في الاب والام او الام، فظهرت عنا في النكست جينيريشن. اذا والله 100% هم نورمال، كانوا الجينيريشن اللي بعدهم نورمال. وهذا الكلام طبعا موجود في الوضع الطبيعي، ولكن بعض احيان في عندنا جينيتك فاكتور وممكن انفايرومنتال فاكتور ممكن تحرف هذا الشيء. يعني ممكن يكون عندنا موجود الاوتوسومال دومينانت بروبلم في الجينيريشن بتاعنا الان، لكن في ابنائنا ما يكونش في عندنا نوع من الاسكيب، يعني انحراف عن موضوع الفتنس اللي احنا فاهمينه، تمام، هي المقصود. فعشان هيك ايش بيجي بيقول لي انه في عندنا نسبه ظهور المرض، هي اعطوها زي نوع من الريشيو من 0 الى 100، تمام، واضح بهذا الامر. وهذا الكلام اللي احنا نكون عارفينه اكثر، انه كل مكان في هناك تاثير، تمام،
بشكل أو بآخر من عوامل أخرى زي موضوع إبيجينيتكس، زي موضوع إنفايرومنتال، تمام، ممكن هذا يقلل من موضوع الفتنس. يعني بدل ما يكون عند الفتنس 100% يقل الفتنس، يصير 80% 70% 60%، وهلما جرى، تمام، بشكل أو بآخر. وهذا بنقلنا إلى مصطلح البنترانس اللي ذكرته. يعني مثلا خليني أذكر هنا حاجة، لو ذكرت على سبيل المثال قلت أنا الإنسان هذا، تمام، قلنا عنده 95 بنترانس، تمام، هذا الإنسان عنده الجينيتك ماتيريال بروبلم موجودة، ولكن 95% بنترانس، تمام، على سبيل المثال، اعرف انه 95% احتمال تظهر عنده الفينوتيبك بيكتشر بتاعت المرض، تمام، و5% والنط ابير احتماليه بشكل او باخر، تمام. هذا اللي بيحصل في موضوعنا، من اجي اقيم من ناحيه رقميه. اذا كمان كل ما نسبه البنترانس قلت عن المية نزلت تحت، اعرف انه كل مال العوامل الاخرى أثرت بأنه ما خلتش هذا الأمر يحصل عندنا بشكل أو بآخر. هل هو علاقة مع العلاقة بالإيج، تمام، أنه إحنا وإحنا مثلا عند سن معين ما بيناتش، لو من كبرنا بدأت تزيد، هل العكس and so on. هنا نعرف أنه في عوامل related to the appearance of the phenotypic picture زي ما إحنا عارفين. بقول if the fitness is zero، بقول لي لما تلاحظ عندك فيتنس الزيرو اعرف انه يا اما في عندك طفره جديده دخلت على الخط، يا اما الناس اللي اصلا كانوا مصابين ماتوا، فعشان هيك انت مش شايف في عندك حاجه اسمها فيتنس، انه عندك ناس اوريدي موجوده عندهم الطفره وعندهم الكلينيكال بيكتشر. لكن لما يكون انت عندك الفيتنس 100% واحد، يعني تمام، اوكي، انه معناته الانسان الاب اللي كان عنده ديس اوردر ورط هذا الديس اوردر لابنائه، فعشان هيك بقول انا الفتنس صارت عندي في 100%. اذا هذا مختصر للحكي ايش معنات الفتنس بشكل او باخر. هنا بيعطيني هي التعريف عندي بشكل عام ايش معنات الفتنس، وقلنا الفتنس الرينج تاعه باخذ من زيرو، تمام، لنتيجه اسباب معينه، تمام، انه يكون عندي مشكله اخرى، او يكون عندي الناس ماتوا، تمام، او يكون عندي 100% بحيث انه بالفعل الناس تم عندهم هذا الامر. وهذا الكلام بياخذ يعني مفهوم البنترانس، يعني بقرب لي مفهوم ايش البنترانس زي ما ذكرت انا عندما اتحدث عنه البنترانس، والله 95 90 هلما جرى، انه انا بقول انه هؤلاء الناس، هذا الشخص عنده احتماليه 95% الفينوتيبك بيكتشر تبين، 90% 70 هلما جرى. وكذلك لما انت تحكي كمان على ال الفاميلي نفسها، ممكن انت تشوف قديش تتوقع الاشخاص المصابين من ابو ام معروفين، فهنا ممكن تقول في عنا البنترانس قديش كتقييم لعائلة، ولكن هو بشكل عام التقييم بكون على الافراد في هذا الموضوع. اذا هيك ان شاء الله بنكون احنا فهمنا ايش معنات الفتنس وايش معنات البنترانس في هذا الامر، تمام. بقول لي انا ملاحظة، some individuals with an autosomal dominant disorder may appear phenotypically normal but have fitness zero. طبعا فتنس طبعا انا زيرو، ليش؟ لان انا مش شايف انا حاجه، تمام، وكانه انا صار عندي اللي هو ايش ظاهره موجوده انه هذا الانسان حامل لمشكله الاوتوسومال دوميننت لكن مش شايف عندنا. وهذا الكلام فرجيتكم اياه انا في المحاضره الماضيه، قلنا في عندنا الاب والام عندهم او واحد من الجينيريشن الاول عنده مشكله، تمام، عنده مشكلة أوتوسومال دوميننت، لكن الجيل اللي بعده ما لقيتش أنا عنده هناك فينوتيبك بيكتشر. لكن هذا الإنسان الأبو أو الإبن لما صار له تزاوج مع ناس آخرين، تمام، نورمال، وجدوا أنه في عنده أبناء كان عندهم إيش هناك في عندهم صار في عندنا أوتوسومال دوميننت فينوتيبك بيكتشر تاعتهم واضحة، تمام، وكانه صار عندي زي ما نقول سكيب جينيريشن، ها بالمفهوم الساينتفك سكيب جينيريشن. كمان بيجي بيقول لي في تعبير اخر اسمه ريليتد باراميتر از كوفيشنت اوف سيليكشن، يعني هذا تعبير اخر يسمى في هذا الموضوع. تعبير اخر انه ايش بيجي بيقول لي انه يعني ايش في عندي اختلافات عن الـ عن الـ عن الفتنس، تمام، او في عندنا قيمه انحراف، بعد القيمه
عن الفتنس المقصود بالكوفيشنت سيلكشن which is measured as the loss of fitness. قديش احنا بعيدين على انه الفتنس يحصل. ايش يعني الفتنس يحصل؟ انه النورمال بيرنتس اعطوني نورمال مثلا بيبي او الفادر او البيرنتس فيهم ابنورمال بين الابنورماليتي او الفينوتيب بكتشر عند الابناء. هذا الكلام فيه عندنا صار ايش؟ ازاحه. هذه الازاحه اللي هي بسموها loss of fitness وبيعبروا عنها بالcoefficient of selection. تمام؟ وبيعطوها قيمة اللي هي عبارة عن واحد ناقص الاف. الاف هي عبارة عن حاجة بسموها او بيقولوا عنها عبارة عن related fitness. related fitness اللي اجت عنا. وهذه طبعا لها قيمة تحسب. احنا الان مش في طور نتعرف عليها. فبقول الاس تساوي واحد ناقص F اللي هو قديش البعد عن الفتنس. الواحد اللي هو 100% الفتنس ناقص البعد عنه فبيعطيني اللي هو coefficient of selection. أوكي، هذا الأمر يعني كتعبير يستخدم في الميديكال جينيتكس. autosomal dominant disorder frequently have differences in expression. طبعا أكيد الautosomal dominant بيحصل عنا أنه في عنا إيش اختلاف الوضع من إلى أنه ممكن يحصل عنا اختلاف في الاكسبريشن. احنا ذكرنا بتذكروا انه في عنا مصطلح اسمه الاكسبريسيفيسيتي. ذاكرين انه الاكسبريسيفيسيتي انه في عندي تباين في ظهور العرض المرضي من شخص الى اخر. تمام؟ يعني شخص بيعيش في عائله معينه، في عنده ظروف معينه، في عنده فاكتورز معينه، وعنده نفس المشكله المرضيه مع شخص اخر، لكن ممكن تكون الظواهر المرضيه عند الشخص هذا اكثر من الشخص الاخر او اقل، بيعتمد على اكيد في عوامل اخرى. تمام. characteristics of autosomal dominant disorder. طيب بقول لي هذا الكلام ممكن تلاحظه في الوضع الطبيعي appears in every generation. تمام، بنتقل من جينيريشن الى اخر، لكن ممكن يحصل اكسبشن. قلنا عندنا سكيبت جينيريشن. each affected person has an affected parents. طبعا تتوقع انه الاب والام يعطيونا ابناء مصابين، وطبعا كل تشايلد بيكون عنده نسبه 50% يكون مصاب. لانه بتحكي على مين؟ على الليلز. لما دام طلع واحد من الليلز ممكن ينتقل الي، يعرف انه انا في احتماليه 50% ان اخذ الليل المصاب او 50% اخذ الليل اللي هو السليم. تمام، هذا كلام في هذا الموضوع. ميل اند فيميل ايكوالي. طبعا الايميل والفيميل اكيد ايكوالي. طيب بيجي بيقول لي هنا دايجرام وان بيرنت افكتد يوجوالي هيتروزايغوس. وان بيرنت طبعا اكيد البيرنت زي ما شفنا افكتد هيبين عليه الاعراض، لكن هو هيتروزايغوس. سكند بيرنت نورمال زي ما احنا شايفين الام، 50% تشانس لكل واحد من هدول، 50% chance للنورمال اوف سبرينج طبعا اكيد. ميل اند فيميل ايكوالي. بنترانس، ها اذا في عنا بنترانس، الكلام اللي ذكرناه مفهوم البنترانس زي ما ذكرنا. فيريبل اكسبريشن. تمام، انه طبعا في عندي فرايتي في الاكسبريشن. وليش؟ لانه قلنا في عنا ظروف من ناحيه الايجنج، من ناحيه الانفايرومنتال، من ناحيه الابيجينيتكس، كلها عوامل ممكن تاثر. بيجي بيقول لي تمام عندنا بعض من الكاركتر autosomal dominant would reduce penetrance. ها would reduce penetrance. يعني هنا اذا لاحظ في هذا العرض عندي هنا في عندنا زي ما انت شايف اجى من عائله اب عنده المرض وام. تمام، لكن عندنا ما صارش في الجينيريشن هنا ما بينش وانتقل لهنا. تمام، هنا سكيب جينيريشن. تمام اوكي بشكل او باخر. إذا vertical إيش المقصود في كلمة يعني أتحدث على موضوع الانتقال يكون عندي أنا يعني vertical ويكون عندي طبعا horizontal. horizontal فهمنا إيش معنى horizontal. vertical هي عبارة عن انتقال من إلى. horizontal قلنا عبارة عن generation بشكل، كلمة horizontal بيجي عرضي. تمام، في موضوع الautosomal recessive. لكن بالنسبة للautosomal dominant بتوقع زي ما ذكرنا في الملاحظه اللي قبل شوي انه خلص بتوقع بعمومياته طبعا، لكن في عندنا اكسبشن. ودليل على ذلك الاكسبشن انه هنا الراجل اللي هنا الابن اللي هنا ما صارش عنده، لكن هو بشكل عام من جينيريشن الى جينيريشن. يعني البيرنتس بيعطوا الابناء وهل هم الابناء بيعطوا لابنائهم وهل هم جامع. ايكوال نمبر ميل وفيميل. وان بيرنتس في جينوتيبيكالي اند فينوتيبيكالي نورمال.
طبعا اكيد اذر بيرنس هيتروزايجوس، هذا الكلام واضح في الصوره اللي قبل. 50% ريسك ريكرنس، هذا الكلام حكينا. اذا بيجي بيقول لي اوتوسومال دومينانت ود ريدوس بينترانس، ها ريدوس بينترانس ايه هنا في عنا ريدوس بينترانس، نبينش عندي اي حاجه، في عنا سكيب جينيريشن، هذا سكيب ودريعة ذلك سكيبت. ليش؟ لأنه هذا من وين أجا هنا عنا؟ أكيد أجا من الأب، لكن ما بينش ليش، في ظروف معينة عاشها الأب فممكن ما أثرتش عليه بشكل أو بآخر. نيجي لنقطة تانية في هذا الموضوع، يجي بحكي لي بقول لي في عنا ذكرين، إحنا تحدثنا في الأوتوسوم الدومينان في عنا قلنا 6 إنفلونس يعني موضوع الهيماتوكروموتوسيس في الأوتوسوم الريسيسيف، تمام؟ في عنا 6 انفلونس يعني في الميل بينت عندي الهيماتوكروماتوسيس في الاوتوسوم الريسيسيف طبعا اكثر. الان في عندي بقول لي هنا غير في عندنا حاجه اسمها اوتوسومال او 6 ليميتد، تمام؟ ايش يعني 6 ليميتد؟ يعني في بعض من الاوتوسومال دوميننت بروبلم، تمام؟ بتكون يعني اكثر ظهور لهذا الامر في الميل من الفيميل، على الرغم انه الميل عنده المشكله والفيميل عنده المشكله. طبعا هذا الكلام ما دام تحكي على ميل وفيميل، اذا الفيميل لها سيرتين كونديشن بتعيشها في ظروف معينه من ناحيه هرمون، تمام؟ بيحصل عندنا هذا الامر تختلف عن الميل. فايش بقول لي؟ بقول لي في عندي مثال على هذا الامر وجدوا هذا الامر. ايش بقول لي؟ بقول لي يوجد هناك عندي ظاهره موجوده انه بتحس في ناس عندهم الطفوله او البلوغ المبكر اللي بقول عنه عباره عن بريكوشيس بيوبيريتي. بريكوشيس بيوبيريتي، هذه البريكوشيس بيوبيريتي اللي هو عباره عن البلوغ المبكر، يعني عند قول تقريبا سن 8 سنوات تقديرا تحس انه الطفل صار وكانه بدات تظهر عنده السكندري اورجان، وكانه يعني نوعا ما زي الكاركتر بتاعت الادلت، تمام؟ هذا الكلام بنلاحظه أكثر في الميل، تمام؟ وصحيح له أسباب شوية يعني كتير في الحديث، ممكن يكون أسباب زي ما بيقولوا سنترال وبريفرال، على مستوى ميوتيشن، على مستوى بعض أحيان الفود، بعض أحيان تيومر في البرين وهلوم جرى. ولكن هنا ذكروا من خلال دراستهم أنه في عنا وجدوا في نوع من الطفرات موجودة عندي في الريسبتور بتاعت اليوتينايزينج هورمون، تمام؟ ال اتش هرمون، تمام؟ ريسبتور بتاعهم، وجدوا انه في عنده نوع من الميوتيشن بحيث انه هذا الريسبتور بيعمل لي كونستيتيوتيفلي اكتيف ريسبتور. يعني ايش يعني؟ دائما بيعطي سيجنال، بيعمل ايش؟ سيجنال في وجود كميه قليله من الهرمون، تمام؟ بيعمل لي ايش؟ سيجنال متكرر، وهذا بيعمل لي طبعا مدام بيعمل لي سيجنال بيعمل لي طبعا ميتابوليزم معين، وهذا بيؤدي انه تبين عندي السكندري كاركتر او السكندري سيكشوال كاركتر. هاي يعني تفسير يعني من ضمن التفاسير في هذا الموضوع ان جنرال احنا بدناش نخوض فيه، ولكن وجدوا هذا الامر عند الميل اكثر من الفيميل، لانه اكيد في عند الفيميل ظروف معينه بشكل او باخر. هذا الكلام بيكون عند 8 سنوات زي ما ذكرنا، في عنا ديفلوبمنت لمين؟ للسكندري سيكشوال كاركترستكس على 8 سنوات من العمر. لكن بقول لي هذا الامر از نون بينترانس في الفيميل، يعني انا عندي فيميل موجوده عندها نفس المشكله موجوده، لكن بتحس انه ايش؟ ممكن ما تلاحظش هذا الكلام بشكل كبير زي ما يكون عند الميل. هاي اللي عايز اوضحه في انا الموضوع، يعني هذه المعلومه بتكفي في هذا الجانب. بقول لي نوت البيديجري باترن، هنا خلينا بحكي هنا هذا يعني بقول لي بيديجري لميل ليميتد بريكوشس بيوبيريتي، تحس انه المشكله المرضيه هي عباره عن الميل هو اللي داخل على الخط فيها، زي ما احنا شايفين الميل اكثر باينه عنده الكاركتر بشكل او باخر. هون انتقل من فادر الى مادر. بقول لي ديس اوتوسومال دوميننت ديس اوردر كان بي ترانسميتد باي افكتد ميل، تمام؟ اور باي ان افكتد فيميل، احنا مش عارف مش شايفينها الفيميل، يعني هي عندي فيميل، هنا الفيميل لم يعني يكون هي بنحكي على الاوتوسومال لم يظهر عليها مشكله، لكن وجي عند ابنائها، معناتها لوك لايك ايش؟ سكيب جينيريشن، خلي بالمفهوم اللي احنا تعلمناه، لوك لايك انه في عندنا نون بينترانس، ها وضحت؟ هذا الكلام بيحصل. اذا ميل تو ميل ترانزميشن شو
that inheritance is not six limit length. يعني مش قضية six length ملوش علاقة بالsix length لأنه ما فيش واي انتقل لواي نو no. ملوش علاقة لأنه هذا عبارة عن autosomal dominant لأنه إحنا بنعرف إحنا هنا حالة استثنائية بنعرف الميل لميل يعني وكأنه الواي بينتقل في problem فبنتقل للأبناء وانتقل للأبناء ماشي هذا بنقول عبارة عن مثلا في بنقول عنه عبارة عن six limited أو على سبيل المثال أو مثلا إذا كان في الإكس بنتقل للفيميل أو للميل بشكل أو بآخر. إذن هنا ميل تو ميل transmission show that the inheritance is not six length because the trait is transmitted throughout unaffected carrier female. ها ملوش علاقة بالسكس كمان ليش؟ لأنه زي ما احنا شايفين unaffected female it can not be Y link كمان ها زي ما ذكرت لا Y ولا مين ولا X في هذا الموضوع. اوكي كل تريت ترانسترو ان افكتد كارير فيميل ات كان نوت اولسو ات از نوت ايزي تو ديستينجويش ها تقدرش تميز لما تطلع تلاحظ ميل فيميل هو تلاحظ انه في ها بين 6 ليميتد وتسوم الانهيرتنس فروم 6 لينكج يعني تقول اه والله ما انا عارف هذا عباره عن 6 لينكج شكله الميل كله هو اللي ماكل الضربه تمام اوكي زي ما تلاحظ انت هنا فيميل اوكي نفس الشيء اعطتني هنا ميل نفس القضيه في ميل اذا انتقل اكيد في عنا في الفيميل فما دام بتحس بهذا المنطق ميل اعطى لميل اعرف انه الامور لها علاقه بالسكس لينكج تمام سواء كان الواي او الاكس كروموسوم لكن بقول لا هنا وضع لا تمام هو عباره عن اوتوسومال بروبلم هي عباره عن سكس ليميتد اوتوسومال انهيرتنس تمام مش سكس لينكج ملوش علاقه انتقال البروبلم مش موجوده عند البروبلم لا هي على الاكس كروموسوم ولا هي على الواي كروموسوم تمام هذا الكلام طبعا الموجود هنا هو نفسه التعبير الموجود عندي هنا في هذا التفسير. هذا صحيح نهاية الحديث في موضوع الأوتوسومال ريسيسيف وإن شاء الله رب العالمين في العفو الأوتوسومال ريسيسيف والأوتوسومال دومينانت بهذه المفاهيم البسيطة إن شاء الله تكون الفكرة وصلت وإن شاء الله المرة القادمة والمحاضرة القادمة نتحدث فيها عن الإكس لينكد إنهيريتانس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.